معنا بشأن هذا الموضوع عبر سكايب من جنيف السيد محمد خطاب العمر متخصص بالشؤون الإيرانية. مرحبا بك. إذا مجموعة العمل المالية الدولية أمهلت إيران حتى شهر شباط المقبل للتقييد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هل ستجدي هذه الضغوط الدولية في تغيير سلوك النظام الإيراني بشأن أنشطة إيران مزعزعة للاستقرار؟ المفبركة وأكثر أطفالهم من عوائل معدومي الدخل أو ذوي الدخل المحدود والوعي المتدني مما يسمح للنظام استغلال هذه السذاجة وجعل أطفالهم قرابين أو حطب للنار التي توقدها إيران في بلدان تسيطر عليها، علما أن هذه اللعبة القدرة تقوم بها روسيا اليوم من خلال تجنيد أطفال سوريين وموالين لنظام الأسد الذي يعتبر الحليف الأول لإيران. طيب، هناك اتهامات أمريكية لنظام طهران بتجنيد الأطفال وزجهم في المعارك، ولكن كيف تحدث عملية التجنيد برأيك؟ ما الطريقة التي يعني يتبعها النظام الإيراني لإقناع أهالي هؤلاء الأطفال؟ يعني بعضهم فتية أقل من 12 عاما أو أكثر، يعني ما الطريقة التي يمكن أن يقنعوا أهاليهم لتقبل فكرة زج أبنائهم في هذه الحروب الخارجية؟ نعم أخي الكريم، الأطفال وحسب التقارير تشير إلى أن تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 15 سنة، فكلنا يعلم أن النظام الإيراني لا يفرق بين أبناء شعبه والشعوب الأخرى ولا يفكر بمصالحهم وإنما يفكر بمصلحته وبقاء نظام ومتحكم على حساب دماء شعبه ودماء الشعوب الأخرى التي توالي ولاية الفقيه. فإيران اليوم تعتبر البنك الأول للإرهاب الدولي وتغطي أفعالها بالعباءة اللا إسلامية المزيفة وهي تخدر بها أتباعها فيمضون إلى الموت وهم يفكرون كما فعلها الخميني من قبل في حرب القادسية عندما زج جنوده لخوض الحرب مع العراق، ولدى الجنود الإيرانيين عثر عليهم أو عثر على الجنود عند الأسر معهم مفاتيح ويزعمون أنها مفاتيح الجنة. نعم، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تحدثت عن تجنيد نظام خامنئي الأطفال، يعني هل تعتقد أن واشنطن جادة في منع هذه الأنشطة الإيرانية؟ سيدي العزيز، أمريكا إن أرادت فعلت، وهي تعلم علم اليقين أن النظام الإيراني يستغل الأطفال شر الاستغلال، ولكن كون النظام الإيراني في المرحلة السابقة كان يخدم مصالح أمريكا فكانت تغض البصر، واليوم بعد أن أنهت أمريكا مصالحها مع إيران بدأت بكشف هذه الانتهاكات اللا إنسانية بحق الأطفال الأبرياء. طيب، بحسب رأيك يعني ما سبب لجوء النظام الإيراني إلى تجنيد الأطفال؟ هل تعزو ذلك يعني مثلا إلى نقص عددي في صفوف ميليشياته بسبب اتساع رقعة الحروب التي تخوضها طهران في المنطقة العربية؟ نعم سيدي، هذا أحد الأسباب التي تستخدمها إيران في حل مشكلة اتساع الصراع بينها وبين المناطق المجاورة والتي لديها مصالح حتى لا يستقر الوضع داخل هذه الدول. والسبب الثاني شريحة الأطفال التي لا تمتلك ذاك الوعي والفكر العميق الذي يكشف أنهم ضحايا مستغلين لمآرب ذاتية تخص النظام الفارسي. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من جنيف السيد محمد خطاب العمر المتخصص بالشؤون الإيرانية.